مظاهرات 5/10 من ساحة التحرير. تقريبا بدينا من الساعة 1:30 الظهر، تجمعنا بالقرب من محمد القاسم، تقربنا يم الجامع، بدينا نلتم. اجتنا الاتحادية من جهة محمد القاسم، دخلوا بالفرع، صاروا من محورين من جهة الجسر ومن جهة الفرع من ظهرنا. اجت قوة من جهة النخيل، صاروا من 3 محاور، بدأوا يحكون ويانا انه احنا بدنا نحميكم وبدنا نحمي الجامع، احنا موجودين لحمايتكم. بعدنا كلش قريبين عليهم، تقريبا 10 امتار، بدأوا يرمون فوق روسنا، سوونا دوائر وبدأوا يحتقنون. انهزمنا بالفروع تقريبا على المعارض مال النهضة، افترينا بشارع فلسطين من جهة مول النخيل. قوينا اكثر، صرنا عدد اكثر، دخلنا تقريبا وصلنا وزارة النفط، بدأ الرمي العشوائي باللحاديات والغاز المسيل للدموع، قسمونا قسمين، شيء باتجاه شارع فلسطين ساحة بيروت، وشيء باتجاه القناة دخولا الى الثورة. افترينا من ساحة بيروت عبر القناة، جينا من ساحة وهران هسه حاليا، الرمي مستمر، صعدوا القناة نزلوا الى ساحة وهران اللي هاي مثل ما تشوفون النار والدخان، رمي عشوائي، نزلوا القناة تقريبا للفلكة. هواي شهداء، هواي جرحى، والهسه الرمي مستمر من الساعة 1:30 الى هسه الساعة 7:10.